بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف السابع، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس التعلم عن بعد لمادة الدراسات الاجتماعية. عنوان الدرس الأول: الأمن الوطني وأبعاده. الجزء الثاني: مراجعة وتدريبات. أعزائي الطلاب، لنقوم بتذكيركم بالدرس السابق، وهو الأمن الوطني وأبعاده الجزء الأول، بالكتاب المدرسي صفحة 136 إلى 139. فهيا بنا نبدأ. ملخص درس الأمن الوطني وأبعاده. مفهوم الأمن الوطني: قدرة الدولة على حماية أراضيها وشعبها من أي عدوان خارجي، بالإضافة إلى قدرتها على التصدي لكل المشاكل الداخلية والعمل على حلها وعلى ترسيخ الولاء والانتماء للوطن والقيادة. أبعاد الأمن الوطني: شاهد معي عزيزي الطالب هذا الجدول الذي هو أمامكم. البعد هو: واحد، الأمن الاجتماعي. اثنان، الأمن العسكري. ثلاثة، الأمن السياسي. أربعة، الأمن الاقتصادي. لنتعرف على هدف كل من هذه الأبعاد، لنبدأ بالبعد الأمن الاجتماعي. الهدف هو: يهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع وتماسكه. أما الأمن العسكري هو: يهدف إلى تعزيز قدرة الدولة الدفاعية لمنع كل من تسول له نفسه كدول أو جماعات من الخارج. أما الهدف المخصص للأمن السياسي هو: يهدف إلى حماية أمن البلاد من كل العوامل التي تؤدي للفوضى والاضطراب داخل وخارج الدولة. أما الأمن الاقتصادي فالهدف هو: يهدف إلى تحقيق الاستقلال الأمثل للموارد وزيادة قدرة الدولة في الاعتماد على النفس في تحقيق الاكتفاء الذاتي. والآن أعزائي الطلاب، لنقوم الآن بمشاهدة درس اليوم، وهو الأمن الوطني وأبعاده الجزء الثاني، مراجعة وتدريبات، للكتاب المدرسي صفحة 142 و 143. فهيا بنا نبدأ. أعزائي الطلاب، افتح الكتاب المدرسي صفحة 142 لنجيب على تدريبات الكتاب المدرسي. لنبدأ بالسؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية. السؤال رقم واحد: يعبر الهدف تحقيق الاستقلال الأمثل للموارد عن الأمن؟ ألف، العسكري. ب، السياسي. جيم، الاقتصادي. دال، الاجتماعي. اختر الإجابة الصحيحة. أحسنت، الإجابة هي جيم، الاقتصادي. لننتقل للسؤال رقم اثنان: من أهداف الأمن العسكري. ألف، تعزيز قدرة الدولة الدفاعية. ب،
تحقيق الاكتفاء الذاتي. جيم الحماية من عوامل الفوضى. دال إيجاد أسواق متعددة. هيا عزيزي الطالب اختر الإجابة الصحيحة الآن. أحسنت، الإجابة الصحيحة هي ألف تعزيز قدرة الدولة الدفاعية. والآن عزيزي الطالب لننتقل للسؤال الثاني. من خلال دراستك حدد أهداف كل بعد من أبعاد الأمن القومي مستعينة بالجدول التالي. لنبدأ سويا. هدف الأمن الاجتماعي هو، أحسنت، يهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع وتماسكه. إذن ما هو هدف الأمن العسكري؟ أحسنت، الهدف هو يهدف إلى تعزيز قدرة الدولة الدفاعية لمنع كل من تسول له نفسه كدول أو جماعات من الخارج. لننتقل للأمن السياسي، الهدف هو، ممتاز، يهدف إلى حماية أمن البلاد من كل العوامل التي تؤدي للفوضى والاضطراب داخل وخارج الدولة. أما الأمن الاقتصادي، ما هو الهدف؟ هيا عزيزي الطالب قم بالإجابة. ممتاز، رائع، الإجابة هي يهدف إلى تحقيق الاستقلال الأمثل للموارد وزيادة قدرة الدولة في الاعتماد على النفس في تحقيق الاكتفاء الذاتي. أما السؤال الثالث، عرف الأمن الوطني. هيا عزيز الطالب قم بالإجابة. أحسنت، الإجابة هي قدرة الدولة على حماية أراضيها وشعبها من أي عدوان خارجي، بالإضافة إلى قدرتها على التصدي لكل المشاكل الداخلية والعمل على حلها وعلى ترسيخ الولاء والانتماء للوطن والقيادة. أحسنتم. السؤال الرابع، يعتبر الأمن الاجتماعي من أبعاد الأمن الوطني. وضح العبارة. هيا عزيزي الطالب وضح العبارة التالية، يعتبر الأمن الاجتماعي من أبعاد الأمن الوطني. أحسنت، لا شك أن أمن واستقرار المجتمع وتماسكه من أهداف الأمن الاجتماعي، ونلاحظ ذلك من خلال ارتفاع مستوى المعيشة والتطور الاقتصادي الذي عاد على المجتمع بالرفاهية دون المساس بالثوابت كالدين واللغة والهوية الوطنية والقيم الأخلاقية. أحسنتم. لننتقل للسؤال الخامس، اكتب بعض المواقف الحياتية التي تشعر فيها بالأمن السياسي والاقتصادي. هيا عزيزي الطالب قم بالإجابة. أحسنت، الإجابة هي السياسي موقف الدولة من الحصار وصمود الجبهة الداخلية والوقوف مع حق احترام العالم للسياسة القطرية في الداخل والخارج. أما الاقتصادي، ارتفاع الصادرات والواردات رغم الحصار وزيادة الدخل القومي. أما السؤال السادس والأخير، من أبعاد الأمن الوطني، الأمن العسكري والسياسي. وضح ذلك مع بيان العلاقة بينهما. هيا عزيزي الطالب.
أحسنت. النقطة الأولى إن الأمن العسكري في وجود جيش قوي لمنع كل من تسول له نفسه كدول أو جماعات من الخارج النيل من أمن الوطن وإخضاع الجميع لسلطة القانون. أما النقطة الثانية إن الأمن السياسي هو بعد مكمل للجانب العسكري ويهدف إلى حماية أمن البلاد من الفوضى والاضطرابات داخل وخارج الدولة، وتشمل الالتفاف حول أمير البلاد. أحسنتم. أعزائي الطلاب، من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز عليكم الرجوع إلى معلم الصف لمناقشة الدرس والإجابة على جميع استفساراتكم. نتمنى لكم التوفيق والنجاح.